عندي يوم الخميس حد اخر تجيني يقول لك والله كنت مسافر ما كنتش مسافر انت عندك مندوب واضحين وصريحين قلت لك كيف ما انا يهمني مصلحتك عرفت ما فيش تاجر يبي خساره حتى انا كبنك مش مستحيل نخسر ولا نخسر سمعتي بالذات مع سمعتي فنحن كيف انت تبيع في الالكترونات وهذا يبيع في ادويه وهذا يبيع في مواد غذائيه انا نبيع في داس وكل احمد محمود التركي مدير وحده التصوير في مصرف الوحده اليوم موجودين في مدينة المرج وتم عقد اجتماع مع تجار مدينة المرج بجميع أنشطتهم التجارية لتفعيل خدمة الموبيكاش وخدمة نقاط البيع في مدينة المرج بعد ربط الفرع بالمنظومة المصرفية الأوراكل لإصدار 14.2 الحمد لله وبتوفيق من الله تم بموجودات الإدارات العاملة في مصرف الوحدة تم نقل الفرع من المنظومة المصرفية القديمة إلى المنظومة المصرفية الحديثة والمتطورة سيتمكن الآن عملاء وزبائن مصرف الوحدة المرج بالحصول على العديد من الخدمات سواء كانت إلكترونية أو إسلامية أو أي غيرها من الخدمات الاجتماع كان اليوم مع التجار من أجل تفعيل الخدمات الإلكترونية لكي يتمكن المواطن من الحصول على جميع السلع التجارية عن طريق خدمة الدفع الإلكتروني الموبيكاش اللي الحمد لله الآن كانت أصبحت من الخدمات المتميزة ومتميزة جدا كان اجتماع مثمر جدا كانوا التجار متعاونين جدا جدا معنا والحمد لله بتوفيق من الله نجحنا بإذن الله وخلال الأسبوع القادم سيكون هناك العديد من المحلات التجارية تعمل بهذه الخدمة ونعد زبائن وعملاء مصرف الوحدة زي ما تعرف حضرتك والسادة الكرام إن مصرف الوحدة من أكبر المصارف العاملة في ليبيا حنعدوهم بكل ما هو جديد وكل ما هو متطور وستكون هناك خدمات لأول مرة تطلق بإذن الله ستكون في مدينة المرج خدمات مرابحة إسلامية لأول مرة تطلق في مدينة المرج خدمات دفع إلكتروني وعديد من الخدمات الأخرى متعاونين جدا بأمانة وكان هدفهم أنهم يلبوا رغبات وزبائنهم وناسهم في مدينة المرج بتوفير هذه الخدمات وكانوا متجاوبين معنا بشكل كبير جدا جدا نحب نوجه لهم رسالة شكر عبر منبركم كانوا متعاونين جدا وبارك الله فيهم قول والله قال احمد التركي ان شاء الله حنتقابلوا اكيد وحندير لكم زيارات اخرى ممكن معاش نتقابلوا باذن الله على الخير انا بكامل قواي العقليه وكلتك انت في فتح حسابات تجارات مصرفيه في كذا بكذا فانا افتح لي الحساب غصب عنك لان انا عندي توكيل وسيوله ما فيش في البلاد شنو يدير يمشي بالموبيكاش يعني قبل انا المواطن نعطي فيه 1000 جنيه وين يمشي بيه 1000 جنيه يلف بيهم في المرج الانشطه التجاريه كلها يشتري من هذا وهذا شرفنا اليوم بالاجتماع مع مصرف الوحده في الخدمة متاع الموبيكاش والنقاط متاع المبيع التجارية الخاصة بجميع المصارف خدمة الموبيكاش أخيرا مصرف الوحدة اعتمدوا الموبيكاش ومنظومة الموبيكاش وأثار الموبيكاش لدينا حبان على المدينة أكيد وعلى جميع الأنشطة التجارية في مدينة المرج أول شيء الاستفادة من نشاط متاع الموبيكاش ونقاط المبيع متاع الموبيكاش أن تخفف الازدحام من مصرف الوحدة وتخفف الطابور يعني من المواطن البسيط والاستفادة أصلا كل التجار بإذن الله تجار مدينة المرج وحتى المعامله تكون سهله يعني ممكن المعامله تكون بالتليفون والله البطاقه الالكترونيه نتاع المصرف النشاط نتاع الملابس سلام الشيخي طبعا الملابس الشبابيه الخدمه هذه نعانوا منها نحن من زمان عرفت ايام حتى المصرف كان ما فيش يعني الموبيكاش هذه ضواحي مدينه المرج ومدينه المرج يعني حتى اللي جينا غادي ما عندناش لا خدمه الموبي هذه والمصرف يعني ما يبيش يدبر لك على يصك ب 300 400 يبي طريقه سهله صاحب الرخصة مصرف الاخرى حيشري بالصديق ويشري بطاقه كذا كذا هذا متوفر يعني نقاط البيع على نقاط البيع يعني المصرف خلاص على الوقت البيع بدنا ناخذ عليه قريب بضاعه من جهه تو اللي ناخذ فيها 50 بعد بشهر شهر اللي نحصل 50 قرات منك نمشي اخرى فهمت يعني لما رقد 150 رقد عندي فهمت تمام طلع بخساره طبعا المكسب التليفون عندك كم انت 10 15 جنيه كاميرات الاكسسوارات كل اللي بنعمل على خطا يديروا فيها يومي هنا اثنين يومي حتى المصارف الخارجية نعم حتى يوم تسحب من المصارف الخارجية يوم كل شنو بس الكهربائية 300 النقاط
نقاط ونقول لك بعدين صدقوني وقطعوا كلامي زي ما قلت لك.